إخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة مع محمد البوداني، الرفيق نبيل بن عبد الله الزعيم ديال حزب التقدم والاشتراكية، الوزير السابق والسفير الأسبق، واللي كنا كنقولوا دائما بأنه آخر السياسيين اللي بعقلهم، يعني ذوك الناس اللي عندهم الدماغ وكيفكروا مزيان أو كيفكروا على الأقل شي شوية وكيوزنوا كلامهم مزيان. نبيل بن عبد الله ما دار فيها اليوم الحد ما يصلح، وبين بأنه حتى هو بحاله بحال الآخرين كيمارس أسلوب البلطجة في الجموع والمؤتمرات الحزبية العامة. اليوم أخوتي انتشر ليه واحد الفيديو سخون بزاف، كيبان فيه نبيل بن عبد الله الوزير السابق كيف قلت، وهو كيحرض شي ناس غلاظ شداد، يعني بلطجية مخلصين بمئة درهم كيف قالوا بعض المناضلين من الحزب ديالو اللي طردوا وتهانوا وتمست الكرامة ديالو. نبيل بن عبد الله كان كيحرض هاد الناس على المناضلين اللي كيعرضوه دائما في الحزب ديالو، وكيقول لهم دخلوا غير 10 ب10 وإلا شتو شي واحد ما معناش يعني ماشي ديالنا عفط على وشوفوا فين وصلنا عباد الله مع هاد الناس ديال الأحزاب. واسي بن عبد الله والله إلا هادشي حشومة أو عيب وعار بزاف نسمعوا بحال هاد الكلام من قامة حزبية وسياسية من مثلكم. واش هذا هو النموذج اللي باغي نتقدموه للمغاربة السي بن عبد الله؟ واش هذا هو حزب المعقول؟ الشعار اللي كترفعوه دائما في كل محطة انتخابية. نسمعوه بعدا اش قال بالضبط ونرجعوا للتعليق على هذا الموضوع. 10 ويعاونوهم هادو ودوزوا الناس واللي جا عمل عبط على امه واللي جا عمل عبط على امه. نسمعوا واحد من المناضلين اشنو قال بالضبط على هاد التكرفيصه والتبهديله اللي تعرضوا ليها من طرف الرفاق او البلطجيه ديال النبي بن عبد الله. واحد عبد الله والشعب المغربي وامين عام لحزب التقدم والاشتراكية يكري البلطجية في الارتياب، يضربوا المناضلين ويرسوا ننتظرنا في عينينا وهم هذا منكر. هادشي اللي وقع خلف حالة غضب شديد عند جميع المناضلين ديال حزب التقدم والاشتراكية، واللي قالوا البعض منهم في رسائل توصلت بها انا شخصيا. كيقول هذا المناضل ما يلي: بن عبد الله واحد من الناس اللي صدعوا المغاربة أو صدعوا المغاربة راسهم بالتحكم، هو الآن اللي كيسد مقر الحزب ديال علياش على المناضلين وكيحرض ضدهم. نبيل بن عبد الله صاحب النفس الديمقراطي باغي يقول للمعارضين ديالو: الحزب ديالي وماشي ديالكم وما عندكمش فيه الحق نهائيا، وغادي نبقى خالدا فيه إلى الأبد. أنا عندي القاطع ديالي غندير به الولاية الرابعة، اللي بغى مرحبا واللي ما بغاش يعطيني شبر ديال التيساع. بن عبد الله فرع لينا الراس ديالنا بالدروس والخطابة السياسية، ولكن الممارسات الديكتاتورية ديالو فضحاته. نسمعوا مناضل آخر اش قال أيضا على التصرف المخزي ديال النبيل بن عبد الله. بن عبد الله نموذج للسياسي المغربي اللي ما كيعترفش نهائيا بالتقاعد أو التداول والانتقال وتجديد النخب. هاد الحزب الشعار ديالو هو شعار المعقول، خاص المغاربة يشوفوه في الأمين العام ديالو، يعني يشوفوا المعقول في نبيل بن عبد الله وماشي غير في مجرد شعارات، واللي كلا حقه يغمض عينيه. هادشي اللي كيقول واحد المناضل للسي نبيل بن عبد الله. وكيضيف نفس المتحدث في المراسلة ديالو دائما اللي توصلنا بها في هاد القناة: بن عبد الله بدا مع اليوسفي وكمل مع جطة وكان عباس الفاسي وكان ايضا مع عباس الفاسي ولبس حتى بن كيران وغنى معاه الديسك ديال التحكم، ومعاه بن عبد الله يعني مع بن كيران حرر المحروقات وداروا التعاقد في التعليم، وشارك ايضا مع بن كيران في عملية طحن ممنهجة للمغاربة ومازال ما ساخيش لحد الان بالبزولة. كيقول المناضل ايضا: نبيل بن عبد الله اللي كيتمتع بتقاعد وزير ولا سياسي محترف وصعيب عليه يتفطم من البزولة. بن عبد الله الآن كيظل يغني الديسك ديال مشاركة الشباب في الحياة السياسية، واليوم هو بنفسه اللي سد على الشباب داكشي علاش نهار ترشح للبرلمان ما صوت عليه حتى واحد وما عمرو نجح في انتخابات، وهذه قليل ديال الناس اللي كيعرفوها. وكيضيف نفس المتحدث قائلا: دابا إلى السي نبيل بن عبد الله زاد ولاية رابعة
اش غينتقد مثلا؟ واش هو مسؤول على كاع الجرائم اللي دارت في عهد البي جي دي وكان هو العراب ديالهم في الفهمات الكبيره؟ والان اش بقى ليه ما ينتقد؟ راه ممكن يبقى امين عام ديال حزب التقدم والاشتراكيه، ولكن باش يتسمى امين عام حيت المغاربه كيكرهوا هذا الصنف من السياسيين، وكيختم المتحدث نفسه دائما بالقول بان على واحد بحاله اي نبيل من عبد الله خاصو يمشي بحاله ويخوي الطريق، خصوصا وان السي نبيل بن عبد الله كان خاصو يقدم الاستقاله ديالو شحال هذه من نهار تحكم برلماني من المقربين منه في الحزب في قضيه رشوه وابتزاز، وحتى التعليقات ديال المواطنين كلها مشات في نفس الاتجاه وماشي غير من طرف المناظرين ديال الحزب. كيتسائل عبد ربي ماذا السي بن عبد الله عن مشروع القانون الذي تقدم به حزبكم والذي يرم تمكين الشباب العاطل حملة الشواهد العليا وخريجي مراكز التكوين من منحة بطالة شهرية قدرها 1200 درهم في السنة الأولى و600 درهم في الست أشهر الموالية في حالة التجديد؟ أما زلتم تتابعون الموضوع في البرلمان؟ أما زال لم يصادق البرلمان عليه بعد؟ متى ستنتهي محنة الشباب العاطل في تحمل مصاريف التنقل والمبيت الدائم لاجتياز مباريات والتقدم أو والتقدم لعمل ما؟ مواطن آخر كيقول هادو هما اللي كيصوتوا عليهم المغاربة من أجل الدفاع عن حقوقهم. ها 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 ها. ويتساءل آخر أهكذا يتكلم رؤساء الأحزاب بعيدا عن الكاميرات؟ إنه أسلوب البلطجة ظاهر للعموم ويجب إجراء انتخابات نزيهة، وكفى من الضحك على الشعب المغربي. ثم يتساءل آخر أيضا أين هي احترام تدابير الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا؟ أين التباعد وأين هي الكمامات؟ أم فقط توجد هذه الإجراءات في المساجد والإدارات العمومية؟ تحياتي لكم جميعا وإلى خبر آخر بإذن المولى عز وجل. ما يمكنش هادشي. نتوما هذا حزب من هذا.